Vem, Costa Rica. يا اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير وعافيه. عطيتكم من جديد في يوم جديد وروتين مسائي، وبديتوا بريحه البخور. ان شاء الله ريحتكم كلها عطر ومسك يا ربي، وبالكانون العربي وبقهوه على الجمر، شيء فوق الخيال. وقاعده عربي هكا باش نشارك معكم ان شاء الله اليوم افكار جميله باش نشاركوا روتين شنو كيف ما عندي شويه وقت شنو نجم نعمل في المساء متاعي. صدقوني باش يكون محفز على الاخر على الاخر. باش نحكيو فيه كيفاش تنجم تتحمل سخطو البنات متغربين كيك سوا في البرة من تونس ولا حتى بعد على اهلهم. باش نحكيو على برشا حاجات، تابعوني وان شاء الله باش يروق لكم الفيديو هذا، ومتأكدة باش تلقاو المطعم. من الحاجات اللي نعملهم كي نلقى عندي شوية وقت فارغ، مش وقت فارغ هو يلزم نعملهم، هو غسيل الشريطة ولا غسيل ولا مسحان فين تنشروا. كان عندكم محبل هكا عربي ولا شريت هذوما سختوه، هذوما يشدوا الغبرة ويشدوا، راهو نحطوهم البرة احنا في البلكون يشدوا على الاخر، ولا كي تحطوهم في الجراج ولا حاجة بينك سكيك يشدوا. شوفوا قديش غبرة وقديش معناها حاجات يلزمها تتراكم. دونك خذيت جبتها لهنا خاطر خذيت ماء سخون حطيت فيه شوية جفير، نقول جفير اللي خاص بالغسلين الحوايج راهو، وغسلتها بالبروس وشويه صابون وغسلتها ونظمت البلكون لهنا. المقطع ما لقيتوش سبحان الله، نحيت الورق الميته نظمته معناها بالكدا بالكدا. اليوم كان وقت تنظيف البلكون، بالحق عندي مده ما نظفتوش. رغم هذوك من النباتات الميته انا ما حبش نحيهم خاطر بعد يحيوا راهو سبحان الله، بعد يذبلوا بعد شويه يحيوا، خاطر نوريكم كيفاش نغلفهم بالبلاستيك حتى في الشتاء. نظفت البلكون دونك مازال هكا وقت، مازلت شويه هكا بكري على باش نمشي نجيب ولدي. وكيما تشوفوا لهنا الزرعات هذوكم زرعه ثوم وكل شيء. شوفوا لهنا البنات هذه اسمها شعبات زعما، طلعت وحدها وقاعده تطلع والله انا نعرف شنو اسمها زعما، وحدها طلعت سبحان الله وقاعده تمشي هكا على الاخر. دونك بعد ما غسلت هذوكم غسلين الصبابط زاده، من الحاجات اللي ننسيوهم ولابد باش نغسلوهم الصبابط وشليك نتاعنا. انا الميثود نتاعي نحطهم في لافاتريش، نحط عليهم بيكربونات ونغسلهم وننشرهم وكهو في سعراهم يشيحوا في نهايرين هكا يشيحوا لكم. وحاجه مهمه برشا باش تغسلوا الصبابط وهكا حتى يكونوا لايقين قدام الناس. برفوم مرات ترميو صبات وجيست نتوما خاطر ما غسلتوش ولا ما اعتنيتوش به فقط وسختوش، لكن نمشيو بهم في الدار يهزوا غبره ويهزوا سخ حشيكم سختو في القاع. دونك هاكا نتوما هاكا فين تلقى فرصه ولا حاجه اغسلهم، وبعد اغسل الماكينه تو نشوفو مع بعضنا كيفاش ننظفوا الماكينه. دونك عندي الحقيقه شريتها الباستا سفولي هذيك الورق العجينه المورقه، عملتها بالمي عندي برشا وليدي يحبوها ترولوها هكا، موجوده في القناه راهو فيديو وحده ترولوها وتحطوا السكر. البنات كان كي نقول لكم حاجه وتقولوا لي ليه مش موجوده شادي ولا ما فهمناش كيفاش نعملها، نحط لكم في الكومينيتي الفيديو خاطر قبل لي سراني عملت الفيديوهات هذوما. هذا كوكيز المره فاتت عملت لكم كوكيز بالشوفان فقط، المره هذه عملت له درع وشوفان ولوز غير عادي غير عادي غير عادي. كنت تحبوا توا نعمل لكم الريسيت لهنا من البالمي تزيدوه هكا شويه سكر. قلت لكم نحب الفيديوهات هكا خفيف، ما تديش في كل دقيقه نعطيكم فم ايفينمون هكا باش ما تقلقوش من الايفينمون من تكرار الحدث معناها.
شويه سكر هكا، وبعد تشوفوا كي تحطهم في الفور قديش هكا ينفجوا، قديش تبدا تتقرمش هكا البات هذيك. والبات راهي معروفه، هي الزبده تاخذوا فرينه ونصها زبده وتعجنوها بالصفار بيضه وتجيكم تنجموا تعملوها في الدار. دونك هكا خليتها، حليت عليها الفور هكا باش تجمر شويه، خاطر يحبوها الصغارك اللي تتقرمش هكا، تبدا كي تاكلها تحس تقرمشه نتاعها. ساي الكوكيز تابو نتاعنا والبارميتي تابو مقعد لنا كان هكا العشيه، كنقولوا عشيه ونقولوا سورتو هكا واحد متغرب يلزم يلقى الحاجات اللي يعملهم، يلزم قلت لكم مره ونعاودها، ما يلزمش نهار يكون يشبه للاخر، سينو باش تطيح في دوامه الروتين، باش تطيح في دوامه نهارك الكل يتشابهوا. الغربه صعيبه على الاخر، كان ما تلقاش كل نهار شنو تعمل، تلقى اصنع الاحداث انت ابارتي كما قلت لكم تفرج في مسلسلات وكلم داركم وكل شيء، فما حاجات اخرين تنجم تعملهم أبار التنظيف، أبار كل شيء كم قلت لكم المرة اللي فاتت، لي كولوغ تحطهم في دارك، الحاجات اللي تتوحشهم تطيبهم، برشا برشا حاجات البنات راهو معناها بون سوبر. واحد آخر يقول لكم اخرجوا وعمل دورة، أنا الحقيقة أو عندي توا بريسك 17 سنة ما نوني كويستو، معناها خاطر أنت الحاجة باش تلقاها داخلك ماهيش برا، ماهيش عينيك اللي متوحشة، نو الداخل نفسيتك الداخل، دونك يلزمك تلقى حاجة ديويك النفسيه هذيك، سورتو كي طيب حاجه هكا تشم عليها ريحه تونس، واو قداش تحس روحك معناها قتلتك الشوق هذيك، قتلتك الحنين هذيك. دونك كيما تشوفوا هذوما البرمي يجيو يقرمشوا على الاخر، وباش تشوفوا المفاجاه اللي باش نعمل توا، باش نعملوا قهوه، اما مازلت ومازلت ما شفتوا حتى شيء بالحق، باش تشوفوا من الحاجات اللي نعملهم كي نتوحش. دونك كيما شفتوا هذه عندي دي حاجات تابعين تونس، معناها كراها ما نحس روحي عايشه في تونس، قلت لكم المره فاتت انا راني غش برك المكان هو اللي يفرق، حتى داري بريسك يمكن كيما ديار برشا عايشين في تونس فون ايفي كانون عطته اليوم ربي يفضلها ويخلي لكم ميتكم الكل، عندي شكاره نتاع فحم طلعوا علاش، خاطر لقيتها كل مطبخ راح حكيتها زايده ستان بريستيج هو بالحق الرسمي اللي يعمل البخور ويعمل الجو الكل، والله حكيتهم على الاخر المبخرات ما مي يفولي حتى شيء تتحرق وتسخن ونعرفش دقيقة تبخر بها، اما هكايا عملت قهوة توا كيما شفتوا شعلت الكانون هذاك وباش نحط توا زعما شنو باش نعمل الحاجة، يمكن امهاتكم الكل تتذكروا عنا من الذكريات اللي فما كانون وفما بخور وفما قهوة وفما تاي، ونعرف هكا في الشتاء يجينا الحنين هذا الكل، دونك انا باش نمشي نطلب نعمل هالجو هذا الكل. ولهنا شوفوا البنات كي نظمت الخزانة متاعي لقيت الحقيقة فما كبابة فيهم ضربات هكا، معناها لا ما عادوش يتلبسوا، والحقيقة شريتهم بالغالي كيما الكابوت هذاك تنوريكم ما رجيش شنو باش نعمل بيه، وتو الجلية هذيك شريتها من هاشم ديم ضربت لي شويه بالجفال من لوطا مرة نقضي بها وانا نصور ضربت لي بالجفال، وهي الحقيقة تسخن وما تخلي حتى انسان يصور، دونك حكايتها معناها باش نستحفظ بها ما تنفع حتى شيء. ها هذه هي النصبة متاعنا، شوفوا كيفاش حطيت الكانون، جبت البخور، جبت الكوكيز، جبت هكايا معناها تصوروا انتوما ولادكم يروحوا يلقاو امهم الناس بالكانون كيما ميتنا بالضبط. الحقيقة انا اشبه امي، تعرفوا فما قصة اسمها انا اشبه امي، والله بالحق انا اشبه امي بالحق. الحقيقة نحب العيشة هذه، ما نحبش برشا، راني نشوفوا البنات حتى راني على اليوتيوب نجم نعملهم الكل، كل بريستيج وكل كل نجم نعملهم، ونجم نحط كوان ظاهر ونصور بالكدا وتبدا التصويره، مي مينيش انا الحقيقة نحس روحي من ما تشابهليش، فهمتوا هو كان نحب نعطيكم انا شكون، نحب نعطيكم الحاجات نحبهم الحاجات نتفرج فيهم، حتى البنات على فيديو يعجبني، يعجبني الواقعيه، تعجبني لا رياليتي نتاع احنا التوانسه كيفاش عايشين، فهمت ما نحبش
نتفرج في كيفاش نحب نعيش، بقدر ما نحب نتفرج في كيفاش احنا عايشين. البخور هذا اللي عجج في كل حومة عربي تونسية، يمكن هكا نشموها، والكانون هكا وريحة التي ولا ريحة القهوة هذه في كل عشوية سغمو في اي هكا نهج يمكن نشموها. من الحاجات اللي تخلي يمكن المرأة في الغربة تبكي، تخلي المرأة في الغربة يمكن تتأزم، يكون ما طيبش الأشياء، يمكن تعدي ليلة كاملة وهي تبكي وهي تتحسر. أنا هوني في لي فيديو متاعي جوست باش نقول لك راهو تعمل سوليسيون، وصدقني تو ترتاح نفسانيا على الأخر على الأخر. دونك حطيت قهوة، حطيت البخور، ومازلت تشوفوا شنو باش نعمل، خاطر فما حاجات نفسانيين يزم تعملهم أنت تخرجهم لبرا. يمكن فما برشا بنات يبكيو، فما برشا بنات يحسوا لي رجالهم هم السبب اللي جابوهم هوني. ما تقولوا ليش شدي كما مره كانوا برشا يكتبوا لي انت عامله منها ازمه الغربه والغربه، اللي مجربهاش بربي ما يبديش يحكي كي الغربه سي الغربه. مهما كنت عايشه في بلادك وبعيد على اهلك مش كيف، ما هوش كيف. وتو البنات اللي متغربين يحكي لكم سختو اللي فاتوا 10 سنين و15 سنه. أنا سبت الكانون لهنا وقاعدة نركح فيه، هذايا يلزم جمرات راكحين بالضبط بالضبط. شوفوا كانون ومع ريحة البخور باش تشوفوا شنو باش نعمل بجيلي القديمة. اشنو باش نعملو بها بعد ما نقطعوها هكايا؟ باش نعملو شويه بريكولاج. البريكولاج من الحاجات زاده اللي تعدل النفسيه على الاخر على الاخر. دونك اليوم عندنا بريكولاج كيك سوا اي حاجه اعملها، المهم خدم يديك. يقولوا انا نسمع برشا البنات راهو التنميه الذاتيه وبالحق كيفاش تنمي المهارات نتاعك، كيفاش تخرجك الغضب الداخلي نتاعك هذيك ولا كل الحاجه اللي ماكش راضي عليها. لازمك تتحرك، مش تسمع ولا تتفرجك، او تتحرك العضلات نتاعك اليدين نتاعك. دونك البريكولاج من الحاجات اللي تنجموا تعملوهم. خذ دهن كوجينه، دهن باب، دهن نعرفش عمل فاز. تشوفوا انا في الاخر شنو باش نعمل لكم اليوم، وان شاء الله الفيديو هذا كيما نقول لكم ديما يحفزكم، يعطيكم الافكار تجربوهم. سوبو يتحسن مزاجك، سوبو تلقى فكره تنظم لك حياتك، تعاونك في حياتك. هذا هو رم الفيديو الغايه منه، حتى معناها جوست هكا باش نقول لك راك تشعل كانون وتحط فيه البخور. بالحق علاش خاطر نحكيو اليوم في التيم تاع الغربه، بالحق قد ما ترى حاجات تشبه لك اصلك هويتك، قد ما تحس روحك انا موجوده. خاطر بارفوا احنا نخرجوا الشارع والله مرات البنات بالحق نحكي تقول انا شكون، فهمت؟ خاطر ترى الوجوه مش تشبه لك، اللون مش يشبه لك، تسمع اللغه ما تشبهلكش، فهمتوا؟ هذيك كلها ياثر على نفسيه المراه والراجل على حد سواء. دونك هذيك انا هو هوني باش نعطيكم الافكار ونحاول باش نلقى حلول الحاجات. كما قلت لكم المره فاتت راني نعمل في التجربه بيرسونيل نتاعي، كيك سوا في الحياه مع اولادي ولا في الحياه اللي تام الاغلبيه اللي عملت عليه القناه هو الغربه. دونك انت كان نفسيتك هكا وكان متوحشه كل شيء، جرب طبق الفيديو هذايا وقولي بعد في لي كومونتير درا تحسنت نفسيتك ولا لا. اجي ليا كيما شفتوا البنات ما تقولوش به كل مره بمبلول وحوايج، خاطر لهنا انا بعد ذاك مشيت غسلت الوحده تبلي جوست. انا قربت لي فيديو باش يكونوا كل
تيم وحده. دونك عملتها مخدة، ولهنا خذيت الصوف هذايا، الصوف هذايا شريته الولدي كان يعملوا به، زاد عملوا به كالسدية، حتى هوني يعملوها كالسدية العربية. وباش نعمل هذوما الفنفونات، هذوما اسمهم معروفين راهو البنات، واي فيديو تنجم يقول لك كيفاش تلويها، تلويها يما على كردونة ولا حتى على يدك وتعملها هكايا، خاطر انا جوست ما عادش علي بكري دوك، وتعملها هكايا وتعمل الفانفونات هذوكم الكل يجوا محليهم. وتهكايا كان عملت حاجة مزيانة وتهبل. هذم هو فيديو اليوم، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله يروق لكم، وان شاء الله يا ربي هكا تجربوه وتشوفوا النتيجة في الاخر. محلاها مخدة هكا بالقري والروز، القري هكا صوفي هبل يهبل، هذيك حد صدقوني حنينة ومحلاها كي ولادك يروحوا تلقى انت عملت لهم حاجة. مرة عملته لكم البنات الفيديو كي من هكا في اول العودة الدراسة، وقلت لك راهو الامهات يلقاو برشا حب يعملوا لولادهم هكاكا. وكنت تشوفوا لهنا عندي دو فاز زيد عملته لكم هكاك، كي تحبوا لي فيديو هذوما عملتهم قبل في القناة، وان شاء الله كل مرة نعملهم لكم، خاطر انا بالحق نحس روحي قارقة، نحس روحي تعبة شوية نعملهم. دونك هذوكم ليدين كيما شفتوا غلفت بهم الفيزان، يعطيو هكا رونق محليه للبيت. وهذه عملتها الفرش فروسة، خاطر يحب البلو وهكايا ديما يلعب بالمخدد هو، اون بليس المخدة هذيا مرفته تذكروا وقت عينو ضربت بالسلسلة نتاع المخدة قلت لكم عليها، حاولوا ما تحطوش مخدد فيهم سلسلة ولا فيهم فلسة لوليدكم. ان شاء الله الفيديو اليوم عجبكم، ان شاء الله رقيكم. كل مره كيما وعدتكم لي فيديو ما يكونوش مشابهوا لبعضهم، كل مره فما حاجه جديده، كل مره فما حاجه باش تتعلموا منهم. دونك توا هكا مقعد لي كان باش مشيت فارس هذيا مغرب على الاخر، مشى يعمل في ملف مع صاحبه هكيكا مع هذيا الستة، مشيت جبتو هكا كان المساء نتاعي اليوم، خاطر لقيتك الوقايت هذيك ساعتين اللي ما روحش فيهم هما، شوفوا شنو عملت فيهم. كل مره حاولوا اغتنموا هكا فرصه من الحياه نتاعكم وعملوا برشا حاجات سورمو تنفعكم في حياتكم وتضيف لكم حتى نفسيتكم. توما قاعده كان نقول لكم ان شاء الله عجبكم بالحق، ان شاء الله تجربوه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، نحبكم برشا، نحترمكم برشا، تضيفوا لي برشا برشا في القناه نتاعي، انتم الصحبه صالحه نتعلم منكم وتتعلموا مني. وبسلامه.